تتزايد ظاهرة العنف ضد المرأة في تركيا مدفوعة بتراخي حكومة العدالة والتنمية عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبيها. وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 40% من النساء الأتراك يتعرضن للعنف. عشرات النساء تظاهرن في إسطنبول احتجاجاً على أعمال العنف التي تستهدف النساء، وأطلقن هتافات تندد بعجز حكومة أردوغان عن مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. فبحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا، لقيت 284 امرأة حتفها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، بينهن 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018. ورغم توقيع تركيا على اتفاقية اسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والتي تبناها المجلس الأوروبي، إلا أن الحكومة لم تفي بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية بحجة أنها تضر بالقيم الثقافية التركية.